السلام عليكم الحبوب والصحاب، كي داير لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله ربي العالمين. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى رزقكم بالصحه والسلامه باي حاجه كتمنوها في خاطركم. المهم هذا واحد الفيديو اللي سبيسيال هذا النهار. هذا اليوم ان شاء الله غادي نمشيو باش غادي نديرو تلقيح. اليوم غادي نمشيو باش نتلقحو ان شاء الله ونديرو الفاكسان تاع حنايا. اول حاجه خصك نعمس ديكك تفطر عاد تمشي عندهم. دابا حنا ان شاء الله غادي نمشيو نفطروا وغادي نمشيو عندهم وغندقوا الفاكسان وغنردوا عليكم. غادي نقول لكم باش كتحسي؟ ماقدرش نفطر. انا ماقدرش نفطر ولاني ضروري كيخصك تفطر. عرفتي باش غادي نفطروا بعدا؟ غنفطروا بملوي بالشح. ما عرفتي الفاكسان ما غيفهم حتى لعبه. دابا ان شاء الله غادي نمشيو باش نفطروا وتمشيو معنا ان شاء الله باش السلام عليكم ورحمه الله. حبوا صحاب لاباس عليكم، تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله رب العالمين. كما قلت لكم ايوب اليوم غنمشيو باش نديروا التلقيح. صراحه الله الشعور ديالي ما نقدرش عليكم، خايفه ما خايفه، كاينه ما كاينه. دابا ان شاء الله وفا ماشي خايفه من التلقيح، خايفه من الشوكه ياك. ماشي لقيت في فوبيا انا من عندي مات العمليه، راه صافي كنشوف الشوكه. راه الشوكه ديال الحنه ديك هاد الطق صافي نوض ديك. لا والو شي راه الشوكه ديال الحنه داك ما كتحنى راه في فوبيا ترى شحال وحنا مع الشوكات. المهم واش ديالنا ما نطولوش عليكم. دابا غادي نمشي باش نفطر ان شاء الله. وخليكم خليكم كملوا هذا الفيديو، هذا كملوه لحقاش فيه واحد اللعيبه غادي تضحككم. المهم يكملوا الفيديو ان شاء الله. يلا باش نفطروا دابا. وهذا هو الفطور ديالنا لالا وفاء. صراحة الله تلقيح الانسان ما يحاول حيت داك الخوف منه، حيت رانا دابا بغينا غير مصلحتنا ضروري هادشي اللي كاين، ونشجعوا بعضياتنا ان شاء الله باش كل واحد فينا ينفي داك التلقيح وان شاء الله نتجاوزوا هاد الوباء هذا وكل واحد يعيش بسلام. المهم غادي نفطر واخا ما قداش نفطر راه هنا ما قداش ناكل، غادي نكلف على راسي ان شاء الله حيت ضروري خصنا نفطروا باش ما يوقع حتى شي حاجة ان شاء الله. ودعواتكم معنا ولذيذة التلقيح الله يشافيها اللي مازال ما درتو تشجعي سيري ديري. يلا سي ايوب عادي تفطر بشي الحال. اول حاجه نوصي بها الناس ملي تمشيو للمركز الصحي باش تدقوا التلقيح ديالكم ضروري خصكم تديو لكم الماء ديالكم وديو معكم المعقم، لحقاش يقدر يجي شي واحد تما مريض يبغي يدير التلقيح ولا شي حاجه ما كتعرفش انت شنو كاين. يعني دير الاحتياطات ديالك اللازمه كاملين ودخل دير التلقيح ديالك وبالتوفيق وحق موفق للجميع ان شاء الله يا ربي. وحنا دابا غاديين في الطريق ديالنا ان شاء الله باذن الله نمشيو ندكو حتى حنا التلقيح عاوتاني. قلت لكم قبيله قلت لكم انتظروا كملوا هذا الفيديو هذا. دابا ندير لكم واحد المقطع ان شاء الله غادي يعجبكم وغادي يضحككم. المهم كملوا الفيديو دابا تشوفوا مور التلقيح مور ما غنديروا التلقيح ان شاء الله غادي تجيبوا شنو غادي يوقع ان شاء الله. الحمد لله دازت الامور بخير وعلى خير كنحمد الله وكنشكره، ولكن اللقطه اللي ما عمرها غادي تنسى ليا فاش دخلنا من بقينا كنسالو باش يدقوا لنا الشوكه تيركزوا لك تيركزوا بالضبط على الفطور تيقولك خصك تجي فاطر. واحد السيده ما جاتش فاطره. المهم كلشي جالس كيسين باش غادي يدوز التلقيح. اللي دوز كيمشي كيجلس حداهم واحد 15 دقيقه باش الى طاح ولا شي حاجه وقعت شي حاجه كيكون الاسعافات الاوليه. هاد السيده جات ما فطراش دقوا لها الشوكه جلست ميم با واقيلا واش 5 دقائق ولا داكشي وهي طيح بط. عرفتي كلشي اللي في لاصال دار كلشي خاف من الشوكه كلشي عاد ولاو تيشرحوا لهم راه ودي راه غير ما فطراتش وهذا. وانا اللي ضحكني في هادشي كامل هي وفاء ضحكتني سالات معايا. عرفتي شفتاتني في انستغرام قالت لي حياتي يلا نشوف عندنا. المهم ماشي مشكل دابا ان شاء الله تجي وفاء ونشوفوا كيفاش كانت الاكسبيريونس ديالها مع التلقيح. وفاء كيف كانت الاكسبيريونس ديالك مع التلقيح؟ صافي والله مالك الحمد كتكون شويه دخل عارف في الاول. نصيكم ضروري الفطور ضروري 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 الفطور. المهم شنو قلت لكم قبل المشاهدين؟ قلت لكم راه وفاء غتجي غتقول لكم ضروري الفطور. لحقاش شافت ديك السيده طاحت طاحت واحد السيده. انا خلي لكم الميساج اللي صاطت لي وفاء في انستغرام عرفتي دير لكم عرفتي كنت غنطرطق بالضحك. دابا سمعت السيده فاش طاحت دارت من الكرسي ياك؟ طاحت من الكرسي سخفت درت باط طاحت بحال هكا يا وفاء كي دارت درت براسها وهي تهز التليفون كتبت لي حياتي يلا مشيو بحالنا. لا خفت الصراحه عاد بقاو كيشرحوا لنا راه السيده ما فطراتش راه هذه راه هذه راه هذه عرفتي حنا الفطور راكم شفتوا باش فطرنا راه واخا يدقوا فينا جلبة بهذا الفيران خاصها شي ساعتين باش تخدم. والله العظيم اخوتي زعما الصراحه الله داك الشيء مشكل كيبقى داك الخوف وما تخافوش شي خوف ما تخافوش الا خفتي راه داك هو المشكل الكبير. فاش المغربي كيدير التلقيح؟ اوه شيري اهلا صباح مرحبا. اي 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 عيتي ولا؟
suis un peu fatigué. Mais quand même, ça va. سلام وعليكم السلام بخير c'était très bien passé اللهم لك الحمد الحمد لله يا رب الله ارتحيت الحمد لله صافي الله لك الحمد لله بخير يعني فاك سمحتي درت شي حاجه كاع يعني دغيا في البلاصه داك الشيء سي نورمال والله الا دغيا رجعت الحمد لله اللهم لك الحمد ديجا قلت لك سي نورمال داك الشيء خفيف عادي ما حسيتيش ميم با بشوك لا لا عرفتي واحد السيرفيس عنده تبارك الله ما شاء الله حق الله العظيم يعني كاين الناس اللي خافوا وحسي اذا طاحت سخفات يعني وقيله حيت مفطرش كان جو بونس وقيله ما ناحيه الدار الفطور ضروري ضروري تفطر الفطور وداك الشيء فطرنا الحمد لله اللهم لك الحمد يعني كتكون شويه ديك الخلعه ولكن صافا داك ديال الشوكه في بلاصه مشات الخبعه قال لي ان شاء الله ما يكون باس وعينا ان شاء الله الدواء هذا صافي كنت شوكه وجيت بحالاتي الحمد لله اللهم لك الحمد وارتحيت عرفتي واخا كنحس شويه بيدي ثقيله ولكن مرتاحه اللهم لك الحمد سيرفيس كان داك الشيء مزيان زوين 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 بزاف يعني ما حسيناش بالوقت كيفاش داز النوى الثاني يا ربي ربي مهمتي يا ربي جاهد أنا كنموت وانت دير الباتشة في الراس جاهد ها الناس يسولوا رجالهم واش بخير شي كاع وسوق انت شوقة إلا طولت الربعة متسامحين متسامحين أنا ما بخبركش كتب لي عام بقرا متسامحين ما بخبركش علاش بخبرك تلقحت ويديه فيه السم ودقها لي هنا بقات وقفت لا بغات تحرك حتى كنت جاي شويه جاي للدار نتمشى شويه وهي تشدني واحد الدوخه بقى راسي فرفره ياك ما عرفتي مشيت عرفتي راه كنت غنطيح في الارض شويه وليت قلت عاودوا بالله مش طار راجين ياك ما بنادم كيسها وكيدوخ وجيت للدار جلست دابا عرفتي دوك هاني هنا دابا كنحس بها راه هنا هذا قلتي بقات بلاصتها لا دا تحرك لا شي ما تشي لا 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 تقيسينيش لا تهضرينيش لا تكلمينيش وبعدي مني يا حي على الراجل تبارك الله قال لي ما دير لا مجهود بدني ولا مجهود عقلي قال لك خاصك ترتاح ما يهضر معاك خاصك تتابعك واحد المجهود مع المغرب تخرج ديال الخرفان شكون غيخرج ديال الخرفان انا اليوم شكون يبقى بالجوع انا صافي ها شي مسند شي مخدع شي طوبيش طوبيش طب اش راه ولا في جيتي دابا فيه الله الله يحي الراجل مشيت واش ما فيك جوع ما تغديت انا درت غدي وتي وحطيت النقيله ديالي وكليت كليتي بلا بيا الغدا راه كليت ودرت السايكوك ما قلتي راجلي يكون دار التلقيح قلت ايوا راجلي دار التلقيح راه ضرب الصوج مسمنات وكذب الشوكه دات لي الجهد تاش من جد راه الجهد اللي فيك ما كاينش البغل الشوكه دات لي الجهد جيبي لي نتعاود ناكل شي شويه راه فيا ما ناكل الراجل يا ربي يا ربي قال لك مرتك وفات وجد لك شي دجاج محمر كيفاش مرتك وفات على فين عرفوك كيعرفو كل شيء كتعطيهم لاكارت ناسيونال كيجبدو مرتك وباك وامك وولدك كيما لك غتعرفي اكثر منهم انت رجعتك راه الدوله هذه رجعتك هو لازم تكون تلقيح بعدا تهزلينا هذا المرض هذا بعدا شويه وا دابا واش النوبه ديالي انا النيبه ديالك ان شاء الله نهار اثنين حنا نهار اثنين ديال بعدو طيك مسامحين المراه وقلت لك كتبي لي غلط بقرا حنا متابعين انا وياك كتبي لي غلط انا بديت كن بقرا هي والعجل ديالها ومتابعين العجل لا كتبلك العجل انايا ربي العجل كتبلك انا العجل وانا غنجيبك تاكل السلام عليكم وعليكم السلام اخويا عليكم السلام كي داير اخي لاباس لاباس عليك لا اخويا خمد يا كيما كان هاد الحال هادي مالك حالتك ما تعجبش على شويه كنت غنرجع على شويه كان قلبي غيسكت يا ربي سر حتى شوف واحد السيده جايه تدك الشوكه الجلبه اييه والسيده جايه بلا فطور اه الله حنا تخلعنا كلشي بدا كيشوك كلشي غادي يغوت تما شوف عليها انت
حتى جاي عندنا السيد قالنا ودي راه خصكم تجيو فاطري. السيده جايه صايمه جايه صايمه السيده قال لك قلتها مشات علينا ولا شوق عليه والسيده طاحت يا دوب الله هاد قالت شو جات شويه طاحت مشاو عندها فيقوها قال لها ما كاش السيده قالت لهم انا ما فطرتش ما كنتش عارفه قال لها راه خصك قالت انا اللي كنت صايمه كاع حتى رجلي فشلو ودي فشلات وكلي فاشله وخص الواحد يفطر خص الواحد يفطر يا تي انا راه حضرت عليك على الفطور راه ضربتي جوج خبزات جوج ملويات انا سمعت الفطور عرقتها نقول جوج عرقتها البقره اللي شفتيها اللي ما بقاش فيها مشيت الصباح البقره شاطره وما بقيتش انا نمشي نبوس ديك البقره ديال هنا نبوس نبوس هنا هنا ايوا الحمد لله على سلامتك الله يسلمك الراجل الله يسلمك نوضي ديري لنا شي حاجه ما انت ما راه قلنا خصنا نرتاح كيفاش ترتاح خصنا نرتاح شنو هذا الراحه ارتاح قالك ما خصنيش نتحرك ما درت حتى شي مجهود اه خص الشوكه تسرف صحتي مزيان على خاطر اه اي مزيان لالا هاتي شوفي اخيتي بما ترتاحيتي وخديتي الراحه ديالك وترتاحي مزيان كثر خيرك انا غنمشي نبقاي مرتاح غنمشي نضربها بشي تزويجه ما تجي فين تفيقي تلقايني مفرخ الاولاد يا حي حي باغي نديرو دوزيام طريقه تما حي 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 والله الله يعطينا وجهك يلا نوضي دير لنا شي حاجه ناكلها ورا تا خاصنا تصبر عليها 3 ايام موراها نقرع لخويا الطبله ما نخليها البن ما نخليها مسمن ما خرجتش بلدي هذا 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 قلب زوين هذا انت مع الشيطان انا الشيطان وتخيل راجع عندك الضيف نهار 3 ايام خصني نقدك وصافي لا الشيطان لا الشيطان ايوا يلا ما ردوهاش وجهك لا الشيطان يلا ارتاح الشيطان راه لقيت شغل معايا الله يرفع علينا هاد ما غتموتيش بعدا ولا انت حنا لا فالك اخويا فين شي غادي نعرف ما نعرف تفرحينا زعما ما كاين نفرحوش على الضوح نحيي اش داناش يموت ما نعرف حنا قلنا صافي ما زعما ما فيهاش وتقول الروح مازال فيك اه كطلعت هبوط فرحانه فرح يا ولدي واش دير لي مالك ولا فرحانه يا ربي يا ربي وانا زعما ما تتعاملش معاه صافي صافي لا بقيتي فيا الزغبيه راسك دايره فيه داك ماسك خوز دايره بحال القلاع خاص شي دخلنا البرد صافي 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 اي 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 الحباب والصحاب كما كتشوفوا كان هذا هو السكتش ديالنا الخفيف الظريف كنتمنى ما نكونوش ثقالين على القلوب ديالكم فقط بغينا غير نبسطوا معكم شي شويه وصافي المهم تلقيح شي حاجه اللي هي زويونه درناه مع حسين حتى شي حاجه الحمد لله الامور كامله دازت بخير وعلى خير وكنحمد الله وكنشكره فعلا كان واحد الاستقبال اللي هو زويون من طرف السلطات يعني ديال العسكر معك كنا مشينا عندهم تمايا دقوا لنا العسكر تبارك الله داكشي عندهم كلشي متول كلشي نقي كلشي في بلاصتو اول حاجه كتمشي كتلقى الطبيبه كتسولك واش ما عندكش شي امراض مزمنه واش ما كديرش شي دواء واش هادي واش هادي ملي كتاكد من الحاله ديالك بانك راك قادر باش دير التلقيح كدوز في ديك الساعه لواحد المصلحه واحده اخرى اللي كيشدو منك لاكارت كيقيدوك تدوز عاوتاني كدير التلقيح ديالك كتجلس حداهم مده ديال ربع ساعه حتى كيشوفوك واش وليتي مزيان واش ما وقعتك حتى شي حاجه من بعد كيمكن لك تمشي ديك الساعه تمشي للدار ديالكم يعني كلشي داز مزيان الحمد لله بخير وعلى خير وكنحمد الله وكنشكرو وشكرا للبلاد ديالنا اللي كدير كل ما في جهدها باش تحمينا من هاد الوباء هذا ونخلي معكم وفاء السلام عليكم حبايب ديالنا لاباس عليكم كيفاش شفتوا كندوز السكتش ديالنا نتمنى انكم تقبلوا علينا نكونوا خفنا شويه عليكم المهم وكما قال لكم ايوب مشينا صراحه لقينا الشوكه يعني ما كان لا خوف لا حتى شي حاجه كتدخل كتجلس الكرسي ديالك كما قلت لكم في السكتش كتسنى النوبه ديالك باش تضرب الشوكه وقبل كاع كتلقى مع واحد بالنسبه حنا للعيالات كتقول لك واش ما حاملاش واش ما كترضعيش واش يعني شي اسئله ضروري خص يكونوا لحقاش الحامله واللي كترضع ضروري ما خصهمش يضربوا الشوكه حيت شويه مجهده عليهم والحمد لله اللهم لك الحمد يعني البلاد ديالنا ملي لقينا هذا اللقاح هذا اللهم لك الحمد وشكرا بزاف السلطات ديالنا شكرا بزاف العسكر شكرا تحيه كبيره للناس ديال الحاجب شكرا لهم بزاف على المبادره ديالهم على يعني داز داك الشيء بخير وعلى خير وحتى الشوكه ما حسيناش بها وشكرا لكم ولا مازال ما داك الشوكه كيف كتشوفوا يمشي دير التلقيح التلقيح راه زوين ما تخافوا والو والله واحد الحاجه هاد السكتش اللي درنا حنا ماشي شي وحدين بروفيسيونيل فقط بغينا غير نبسطوا لكم معكم شويه وصافي يلاه ما نطولوش عليكم غادي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.